كريب، كريب دو سوا حرير، كواليتي مزيانه ديال الثوب كما كتشوفوا، تكشيطه راقيه ورائعه، مخدومه حتى هي بزواق المعلم، زواق المعلم ديال الماكينه. ومنبته بالعقيق، يعني هذا راه مدوزين وهذا عقيق حجر طويل، يعني خدمه ديالها راقيه ورائعه، يعني لبسه لبسه راقيه ديال التكشيطه، تكشيطه بالثوب ديال التليجه ديال المناسبات. الفصاله ديالها دايره ديال الفصاله ديالها ايفازي كما كتشوفوا، الخدمه ديالها راه راقيه، زواق المعلم ديال الماكينه. الموديل راقي ديال التكشيطه كما كتشوفوا، حتى الثوب راه كاليتي مزيانه، كاليتي مزيانه ديال الثوب ديال التليجه. صاله راه ديالها ايفازي. بالنسبه للعبار ديال هاد التكشيطه هادي، العبار ديال هاد التكشيطه بالنسبه للكتاف عندنا 40، عندنا في الطول ديالكم 61، عندنا في الصدر 32، عندنا في الحوض الدوره ديال لي هونش 35، وفي الطول متر و60. التكشيطه يعني طويله تحزمي عليها، يعني الموديل ديالها راقي ورائع. نعاود العبار، الكتاف عندنا 40، عندنا في الطول ديالكم 61، عندنا في الصدر 32، عندنا في لي هونش 35، وفي الطول متر و60. الثوب ديال التليجه، والتحتاني ثوب كريب، كريب دو سوا حرير. بالنسبه لهادي، هادي كيكون الفوقاني لاصق مع القفطان، يعني الموديل ديالها راقي ورائع كما كتشوفوا، الثوب ديالها طايح رطب. بالنسبه للمحل، عندنا المحل راه كاين في سيدي بنور في دكاله، هادوك الارقام ديال التليفون تواصلوا معنا فيهم في الواتساب او عيطونا مكالمه هاتفيه. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. كما كتشوفوا الموديل ديالها راقي ورائع، تكشيطه يعني عارفه شنو لابسه. غادي ندوزو دابا الموديل واحد اخر.